السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله ربكم بامتثال أوامره وترك نواهيه وكل ما يبغضه ويوجب عليكم لعنه. أيها المسلمون عباد الله، إلهي سبحانه وتعالى نعم كادومين سوسيات بوتر بدين نعم كاسوح كمدا إن إلهي سبحانه وتعالى قلوبته ضوء مدايو أو كم مدايو أو ككل ميوحي الدنوة إن إلهي سبحانه وتعالى وكرده قوة ودد حقه ودد إلهي اسكوا فقسا إلهي با سبحانه وتعالى كتاب كيسا إنه قشاقي أن الاجتماع على الحق والمصالح الصحيحة نعمة من الله سبحانه وتعالى. حق إن لقوم دوبه هي مصالح ده يدناها دومها نفق قوله إن يتهي نعمه إلى هي أدومه سوء نعمه. قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إلهي أدومين سوح أمري إن يكون ذوبان قبس شد كتابك إلهي يراعتان كالسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وحانو إلهي سبحانه وتعالى حسوسية سيدة يا هايين إسلام ماذا أرتد نعيبك يا عداودي يا دقالدي ديق بدني وكوكو بنشري او دحنشري وسجار الى هؤلاء الله يا انصار ودقالو وين اي دحمرين وسندت رب بدن سعودي سجودنا وارن وسعود وقوة شهان قفكستو ومسلمة. واذكروا نعمة الله عليكم حصوص إلهي النعمة ديسة نعمة داس إلهي دشود وكيل ونعمة الإسلام. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. عدو الداهي قائبا ضهي ذنبول الله سبحانه وتعالى عدو قوحة صابوها قال لما دودة إيا جاهلية دودة إيا ذنوب تود إيا معاسي دودة. إلهي با سبحانه وتعالى نعيبك يا عداودي ماشك صاري مركي إلهي الرميين وحيدين كليين أي نقدين كوا مسلمين إلهي النعمة دي سي ولا لكل نقدين نعمة دا إلهي وآه نعمة الإسلام والإيمان والتوحيد وطاعة الله ورسوله. إلا إسلام إلهي له قان سمو التوحيد يطاع له قان سمو إن إلهي لا أدعو لك أمر قاته إنه محمد عليه الصلاة والسلام القديد إلهي دراد ديني سوچ على دانه ولا على النفط يصبحين يا إن قدام بيتاسي قارسيس آيات أسواح إنه موچينيسا شماعدو إن إتهاي نعمه نعم كإلهي سبحانه وتعالى وبحية كبيدة وحوقو إن إلهي وكبحيانا وإيمان يا إلهي سبحانه وتعالى إن لا أدعو وأمر كي سلقاته وشريعة سي الدين تي سلقنا ولاده تعكس هذا يا عباد الله. إلهي سبحانه وتعالى وحي نوشيغي وحيابا الدومين سو كعقابه وكعذابه إليه كمتاين وقلوبته دي لهيك الجيدي إن إلهي سبحانه وتعالى نعيب إيا عرو لحدو دوليقه وإلهي وكرده كوانس أفقرانين ومدولي بجيها وصعده أموراً جوكتاه وكدحيه كاسو كينا إنه كو كالتغان دنهو دا الدنيو دين تو دينه كو مدوبانو أي كو دقمان اسكدائي. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظاً مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة.
إلهي سبحانه وتعالى وحكى في هذه الآية الكريمة كوي شاكتين يهين نصارى النبي عيسى عليه الصلاة والسلام الرميسين يهين إنه إلهي بلنك قاضي وإلهي بلنك قاضي على توحيده وطاعته إن إلهي كليان وإله واحد إنه يهي ولم يلد ولم يولد عدنان للعدنان وآن للن إن إلهي سبحانه وتعالى أدعان أمر كيسا يقاتان وحي إلهي أديدين يكفوا قادان فنسوا حظا مما ذكروا به وحي لقوا أن يأي الله فري وحكم إذا أي كتقين ونسيان كالك لوغة ما تشيد الذهول كو إلا وقا وحا لوغة تشيد ترك عن عمد يقو حصوصا بي وقان وقتقين وخالفوا أمر الله سبحانه وتعالى إلهي أمر كيسي بخلافين فبماذا عاقبهم الله به إلهي محكو عقاب مركز ضايلين فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلهي وحن وحن دحذو ذرقني وحن كدتشن ومد كن بنان كدقني نعيب يا عداوة كوحاية وكلب بحين آنس بحين هين والدقال يا خلاف توقتاه ودحية وعدين سايداس dadka sheeganaya ilaahay diintiisa inay haystaan hadii ay ka tagaan wixii ilaahay uu faray ama ay sameeyaan wixii ilaahay u diiday in ilaahay subhanahu wa ta'ala waxyaabaha ku ciqaabo ay kamid tahay inay iskhilaafaan oo rabbi subhanahu wa ta'ala na'ib iyo cadaawad iyo dhibaato aan dhamaanayn dhexdooda u dhigo ila yawmil qiyaamah inay su'aalaysu ilaahay aayadaas ku sheegay أرنك نوع عاصي واقع النصارى ذو كم بغضا كريستان كواقع عودة ولي قد بفرق بيا هاين بس قال يسيا قلا ولي بقلا ذا كلا يكل يهين دينتي نبي عيسى ما يستطان قال آياتين انت إنك وإن سوق قادني أما وركي سائن سوق قادنينا هذه يتشير على يدتك مسلمين تي وما في رصدان معنا يدنا يتوسين يسيه خلافك يا نعيبك يا عداوة ودا حيسا ويموقتا وحد عيد قال كي كوباد يا الدنيا سمقع يقوى يقوى بحيين ويسمرية نصارى وعذاب من الله وعقاب من رب العالمين كي لباد باساس وكلا دعي وحكو حقي ما سمي بالحرب الباردة وحلقو مقع عبيد قال كي قبوبا أو دحيه نصارى ذا رهر قلبيت كا إيه نصارى ذا رهر بريقا قلوه لبنا حلفة والله هاين لكن أصل إيه ودب دحات إيه خلاف كا إيه دقال كاوها دقال كا قبواتي لغاقات كا دي نصارى ذا ما كريستان كي رهر بريقا قلوه دي ميدقو صوفياتي لورن چري دقال كو دي مانتنوا كاسعدين يكورين كاسعدا كل هذا هو عذاب من الله وعذاب الله سبحانه وتعالى حق سكاهم ضدك مسلمين تا إله الرميسان الموحدين تا دي يقونا إله سبحانه وتعالى كعريسيان شرعي سيدين تيسا خلافان وذنوب تودو أي بضطو وحيابا إله وكعقاب وحكم دا إنا خلافان تاسنا وإن نومو قطع مددرنا خلاف كا مسلمين تدحيو دوا سو سعودي سيغار وحا خلاف كا سي مانتا اوغو عذابن جنسيغا سوماليغا لراهدو ميل كاستو او جوغبا خلاف با كدحتاغن كرسي مدحتني ما ليسكو هايستا قبيالاد با ليسكو علادينيا او لوغو دغالميا waxay ku seegeen danahoodi midnimadoodi bay ku seegeen waxay ku seegeen toosnaantooda ilaahay diintiisa iyo dariiqiisa ku toosnaan lahaayeen waxay ku seegeen masalixdoodi iyo danahoodi adduunyada ku seegeen oo maanta waxa aad u yar inaad aragto dadka hadlaya umadan masalixdeeda diineed iyo adduunyo waxa laala waxa laga hadlayaa khilaafka iyo muranku ku saabsan yahay wadana gaar oo dad gaar ay leeyihiin أما هو حان أمد مصلحة بأني وكتشيرين
بل مضردي سا دباتدي سي مفسددي سو قف كستو عقلي لا موقته نبي محمد با عليه افضل الصلاه والتسليم انه شيغي ضد كمؤمنين تا واجب كوها ان ايمانك يا اسلام نمدا اسكو جعلادان واي كو ولا لوبان امرك هو امرك قاتي او هوغان سمي وحا كلا كخيه خلافك يا فتنه يا دباتده دخدغا انو يهي دنبيا اي سميين امام احمد بن مسند كيسا كوري من حديث عبد الله بن عمر انو للنبي عليه الصلاه والسلام ما تواد اثنان في الله او في الاسلام ففرق بينهما الا بذنب يحدثه احدهما لو كستو الهي درادي سجعلادا اسلام نما ولالتنمدا اسلام نما اسكجعلادا ودبيتنا اسخلاف وخلاف وكلا كحيو وحارن كاسي سبابي دنبي ومدكوت سمي حديث كلفتي سواح وريا الإمام البخاري في الأدب المفرد من حديث أنس رضي الله عنه نبي عليه الصلاة والسلام وحيري والذي نفسي بيده ما تواد اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما لبكستو استعلاله وتعيل دبدي نعيب يا عداوت يا خلاف كلك حيا ودحمره وحسبه دنبي متكود ولا سو دري امام كلورن جري موسى الكاذب وحده رحمه الله تعالى اذا تغير عليك اخوك فانك احدثت بذنب فتب من كل ذنب يستقم لك وده هدي قفكي ولالك ها هذا سقلا يدان، هذا سوافق سنا يدان، دين عدو سعتين، هذا استعلا يدان. الدنيه إن الدين هذه الدنيا بعد قوة سعتين، ويسبدلون، ومدان كيبا هين وكون نقضوا. أرن كاسو حد دليل وياه إن الدم بتسميسي. وأيه، ولا التني مدين يمدن مدين نهار ورحمة من الله. إلى هنا الدومها الرحمة دي سكماها يستوى كمتشو تشيو. دنبي يا خلد السميان وياني حلكنا وين دي له وتوبت كنتو تعالك يا اسقلان شي يا اسوا فخسنانتي ايا ديبو سنقن دونت ساسو كلا وحيري الامام المزني رحمه الله اسماعيل بن يحيى تلميذ الشافعي رحمه الله تعالى وحيري ولا لها haddii ay kugu xumaadaan xaalkoodu sidoo hore iska bedelo dambi aad samaysay ba sababay hadii kalgacaylkii walaaltinimadii midnimadii ay iskordhana taaco iyo wax wanaagsan oo ilaahay u raali ka yahay aad samaysay ayaa sababay toora ilaahay uga toobad keen ta dambana ku faraxo ilaahay subhanahu wa ta'ala uga mahadnaq حديث صحيح نتسين سيا عباد الله وهي بها ذنوب مسلمين تكرر شئين كم تاي إن دنتو ذل سيتيو ولوج عقاب إن السميان دنبيك له وتفرقوا كم دي هاي إسخلافك يكلا دقاق إن لوج عقاب قلوب تو ذي إلا كلا تشاديو وعداود ينعيب نحلو ذل نجوع يمرن يا خلاف توكتا حلكنا الى اي سبحانه وتعالى انه شيغه ونعمه الاسلام ان دي لوغ نوقو كدقنكيد يا كدقيده يا كحكمكيد وددكا نولشودو اي نوقوتو نولل الى رالي غلينيس markaas ay keelayaan wax ilaahay raali galiya اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المسلمون عباد الله وحونا الشيخ النبي جاني محمد عليه الصلاة والسلام دنبي آد وغير وقفضت وحمانت ددكين وأي سميان والصباب يددكين إيس خلافان وقلوبتو دو أي كلاكيستو ونعيب كراهيه يا عداوه الى هي دخدوده ودغو بخاري ومسلم وحي وريين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه
إنه النبي عليه الصلاة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل على الناس بوجهه. تانو صلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام ضدك يكسو شيء سنجري. فيقول أقيموا صفوفكم. وحرن شري صفوفتي التوسيع. لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. واتسمي دونتان واتسمي دونتان صففك صلاة. هذا سيدا يلي ويدانا إلهي سبحانه وتعالى وتشيدي إنه إسخلاف سين دونا. دور تفسير بعلماء الكفر سيرين التفسير الصحيح الذي اختاره الإمام النووي رحمه الله ابن حجر والقرطبي وغيره من أهل العلم بالحديث وأين إسخلاف كوجود اللغة شيدو إن مدبرنا عوقع جهاد وسعودي ككلمو يعني تيها كلاين وقع مدبا وددك اللقاء ديقو كوان اسكو تيهابا وصعان ووح الله على إيا وحي اسكو فهم يعني اسكو وافق يعني نترين وارن كستول ليسكو يما دلو كلا دقاقو ومن دوباري ولا دقاقا من دو قلبات ولا دقاقو دن بيقارن تاسوا يا ومحي وصفك واللسيمي واي وددك سلاة دي ستاقا ينقضان وكلا هرور رأي وحانا معنا نوعا سيأي مدى سيأي دورتين أيضا رواية حديث كأبي داود والرواية الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أقيموا صفوفكم ثلاثة صدح جربو رنجري ورصففك التوسية صففك التوسية صففك التوسية لتسون صفوفكم لتقيمن صفوفكم أو ليخالف الله بين قلوبكم رواية دا صيار رواية دورة فسيريس صففك واتوسين دونتان واتوسين دونتان دا تأييلي ويدان إلهي قلوبتين أي إسخلاف نحدق دونا قلوبتين إسخلاف دونتان وصفك واتوسين وآيو كورن شركي قوة آدم بيقوين إلهي القرعاصي كورن بدعوين كو الدين تين لو صدرا وحانو الهي شرعيين وان كميدهين كورن كبائرتا توغله خمر له الزنا له حن له دد كول اسكو ديرا له والد كو عاق لو نوقد له اول الربا دد كمعاملات كود ييب كودا قشا هذه صف كول توسي وايا وسبب اي عقاب كانتا له dambiyada asina waa uga si awleysiin waa kasi mudan yihiin in ciqaab ka inta leeg ay sababaan wad aragtaa walaalayaal wadankeena hada jeer khilaaf ba ka taagan xukum iyo kursi iyo siyaasad ku saabsan dadka in badan baa la hadlay oo leed wardantina diineed iyo adduunyo garta oo wax diintina iyo adduunyadiina toona nafci iyo waxtar u lahayn ha ku mashquulina إلهينا سبحانه وتعالى وطوبت كينا سو إلهي حال كينا أبدلو وصيدا ما أنت وياي سيكون أكسن إلهي أبدلو إلهي باتاب الله قادر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم لكن واحد مودع إن بدن وضدك كمدي إنان إدقاء اللهين هذا الكائن بدن إلهي كتاب كيسي حديث النبي عليه الصلاة والسلام صحراري وإن نسوي دينه ما السبب في هذا الخلاف تبدأ هذا ودي صابتوا مع هيبل بخلاف كوضع هيبل كان كلا وذا كنا متبمد بكتورية ويتراجمون بهذا الخلاف كوضع كدون يبه النقض إنه خلاف فيما أدو الكل خلاف قاعد بسمينا إسا وكان النبي يقول إنه شجع الدم بمتكود وسمينا كوكلا تجيا لكن خلاف ك سببت سوا محي جودهان خلافكم مية هي عقوبة وعذاب من الله الناس يتعذبون بالخلاف لتكون خلافك ويكون عذاب مال دباتك هي النفوه يا قلوب تول مرق خلاف وشرو قران ثلاثة يهو قامنتي ماشي دقيهم بالله اسكو هايستو لك لتشيدان ايو الرنطة نوع عاسو حكو بيرتا ورور ايد دقنا شلال وحرنطة سيراتكو يا لتادتك دقال هود وفولي بانتي يريد وهيبو تحاسيا بقال انا وحكوي ما دام مالك الله يا ددك انو دخ وريغو وحلغو كلا يبسدو لو كلا بدشو
guri la dhisan maayo oo gaari la kala ibsan maayo oo balor la kala gadan maayo oo dad fara badan xoolahoodii ay alaab soo gelin lahaayeen ay iibiyaan xoolahoodii ay bangiyada dhiganayaan way iska haysanayaan waxaan oran bulwaan u kaadinayna inta khilaafkan dhinac u dhacaayo dadka qalbigooda iyo jirkooda iyo noloshooda adduunyada buu raadeynaya noloshooda diineedna waa raadeynaya oo khilaafku qaar fara badan buu dambaajinaya qaar baa intaa wax xamanaya qaar baa caytamaya qaar baa qabyaaladii iyo casabiyaddii u reysay ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam in badan inooga digay ku dhaqmaaya oo dhinacyada ay sahaya qabyaalad ku kala raacaya qaar baa laga yaabaa inay gacan qaadaan oo dhiig islaam ay daadiyaan dhibaatooyinka khilaafku wax la soo koobi kara maaha xalku u dhow yaa cibaad allah ilaahay subxaana wa tacaala inuu toobad keeno liyuslix allahu axwaalana si ilaahay axwaasheenna u hagaajiyo oo ilaahay quluubteenna u mideeyo oo ilaahay subxaana wa tacaala is-afgarad dhexdeenna u dhigo ilaahay baa subxaana wa tacaala inoo ballan qaaday haddaynu toobad keenno inayna jeclaanayo cid ilaahay uu jeclaadaane ma guul daraystaan ina allaha yuxibu tawaabiina wayuxibu lmutatahiriin ilaahay baa inoo ballan qaaday liibaan iyo guul inaynu ku gaadhayna toobad keen وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات اللهم وفقنا للتوبة النصوح اللهم وفقنا للتوبة النصوح اللهم وفقنا للتوبة النصوح اللهم أصلح أحوال المسلمين وألف بين قلوبهم وأبعد عنهم الفتن يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.